بعد غياب عن المسرح الغنائي لمدة 5 أعوام وبعد 15 عام على إحيائه لآخر حفلة له بدبي، تعيد شركة روتانا جمع شمل الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله بجمهوره ضمن حفل ضخم في إمارة دبي. والحفل الجماهيري المنتظر سيقام 27 مارس الجاري في صالة الأرينا بمدينة الجميرة، وهو من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات التي استطاعت أن تقنع أمير الطرب الخليجي بالعودة إلى خشبة المسرح ليقدم أجمل ما غنى في ظل إقبال منقطع النظير على شراء بطاقات الحفل من كافة الدول العربية لا سيما الخليجية. وعن هذه العودة قال الفنان عبد المجيد عبد الله إنه سعيد جدا للقاء جمهوره من جديد، وقال طال الانتظار غير إنه بشوق لملاقاة جميع من سيحضر حفله المقام مع روتانا في دبي، كما وعد بليلة مميزة سيقدم خلالها أجمل ما غنى خلال أعوام طويلة طبعت مسيرته الغنائية. موعود من عقب طول سنين وأنا على موعده ضامي، بشويش تكفى علي يا زين ما تكمل بغيرك أحلامي. بشويش علي يا زين ما تكمل بغيرك أحلامي. راح مدري على وين يا قلبي يا قلبي ما همك، يا قلبي ما همك كلامي. مدري على وين يا قلبي ما همك.